الله عز وجل قال بعدها: فهل ينظرون، والخطاب لكفار قريش، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي أن هناك سنة ربانية إلهية مضت في من سبقهم من الأمم الذين كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياء. فقال الله عز وجل بعدها: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما معنى تبديلا وما معنى تحويلا؟ ليس في الآية تكرار ولا إعادة ولا توكيد، وإنما تبديلا لها معنى وتحويلا لها معنى. فمعنى قول الله عز وجل فلن تجد لسنة الله تبديلا، أي أن سنة الله عز وجل ثابتة لا تتغير لا تتبدل، فالتبديل هو التغيير، والمعنى لا تتبدل ولا تتغير. وأما قول الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تحويلا، فإن تلك السنة تصيب من هم أهل لأن تقع عليهم، لا تتحول إلى غيرهم، فلا تقع الكرامة مقام العقاب، ولا يقع العقاب مقام الكرامة، لا تقع الكرامة مقام العقاب، ولا يقع العقاب مقام الكرامة، وإنما تأتي على أولئك الذين استحقوا تلك السنة أن تقع، سواء كانت ثوابا أو كانت عقابا. فقول الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا حديث عن السنن، وقول الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تحويلا حديث عن أولئك الأقوام الذين الله عز وجل سيعاملهم بسننه في الخلق. نأتي الآن للحديث عن السنن الإلهية من باب الإجمال، لأن مقام التفصيل واسع، لكن نحاول أن نقرب المعنى إلى من يسمعنا ويرانا. فنقول السنن الإلهية أجمع أهل العلم ممن تحدثوا في هذا الشأن قبلنا وهم كثر، فإن هذا الموضوع كان وما زال يشغل الكثير من العلماء والمفكرين والفقهاء، بل لا يكاد أحد يتصدر في الكلام في دين الله إلا وهو قد اطلع شاء أم أبى على مسائل السنن الإلهية. السنن الإلهية ثابتة مضطردة عامة، هذه الثلاث أركان السنن الإلهية. أما كونها ثابتة فإن لو كانت تتغير لما أصبح هناك معنى للقصص القرآني، فالله عز وجل ذكر القصص حتى نعلم أن تلك السنن واقعة كما هي، وهي مضطردة، وهذا من الأول كذلك لأنها مستمرة على هذا النحو لا تتبدل. ولهذا قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين، وهي عامة لا تستثني أحدا ولا تحابه ولا تصطفيه. ولهذا قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، وقال جل وعلا في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لما يا ربنا ليس بأمانينا ولا أماني أهل الكتاب؟ لأن سنة الله عامة. ما العموم؟ الآية التي بعدها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، يثيب المحسن ويعاقب المسيء، هذه سنة عامة كل الأمم تمضي عليها تلك السنن.